بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة فرص لأمطار متوسطة هتكون غزيرة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفي أمطار من خفيفة لمتوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة. كمان في النهاردة نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، هتكون كمان مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك ظلاميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا ان في بعض الظواهر الجوية المختلفة زي الرياح وهي مثيرة للرمال والأتربة، وده هيأثر طبعا على مرضى الحساسية وغيره من التغيرات الجوية اللي احنا بنشهدها من امبارح. بالفعل يمكن اليوم هيكون في تعمق للمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بشكل كبير، فده هيؤدي لزيادة الأمطار في المناطق الداخلية وأيضا كمان على المناطق الساحلية، مع استمرار طبعا تأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي بتكون منخفضة في قيم درجات حرارتها، بتكون محملة كمان بكميات من الرطوبة، فده بيجعل ان احنا نحس بالاجواء الشتوية، نقدر نقول عليها مائلة للبرودة فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية شمال الصعيد. طبعا الاجواء بتبقى اسوأ في المحافظات الجنوبية اللي هو جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار خاصة كمان مع يعني فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، لكن فور غياب أشعة الشمس طبعا هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده هيكون ملحوظ بشكل كبير فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية توصل لحد الصفيع على محافظة الوادي الجديد بعض الأماكن من وسط سيناء نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى لأقل من 5 درجات، ونأكد تاني هيكون في انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة فترة الليل. هيكون كمان في نشاط للرياح، وجود نشاط للرياح هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، مزيد من البرودة في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح كمان ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في محافظة أو محافظات جنوب الصعيد الأقصر وأسوان، المناطق دي ممكن يكون عليها بعض الأتربة والرمال المثارة. وطبعا مع تعمق المنخفض الجوي فرص الأمطار هتبقى موجودة معانا اليوم بشكل كبير على السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أمطار متوسطة بتغطر أحيانا على مطروح والأسكندرية، شمال الوجه البحري البحيرة كفر الشيخ الدقهلية، أمطار متوسطة على سواحلنا الشمالية الشرقية دمياط بورسعيد رفح العريش. بتمتد الأمطار بكميات أقل للمحافظات الداخلية، وكمان هتمتد خلال فترة المساء، فهتكون أمطار ما بين الخفيفة للمتوسطة خلال فترة المساء على مناطق من جنوب الوجه البحري مدن القناة القاهرة الكبرى، وقد تصل كمان فرص أمطار خفيفة لمناطق من شمال الصعيد. فبالتالي احنا عندنا أمطار متفاوتة الشدة بتختلف كميتها من محافظة للتانية على مدار اليوم إن شاء الله النهاردة، ويمكن احنا متوقعين للأمطار إن هي تستمر معانا خلال الأيام المقبلة إن شاء الله، لأن المنخفض الجوي مكمل معانا في التأثير بشكل كبير على محافظة. أظن لحد يوم الاثنين اللي جاي، مظبوط يا دكتور؟ يمكن كمان اليوم الثلاث، يعني يمكن يكمل معانا كمان لحد يوم الثلاث استمرار تأثرنا بالمنخفض الجوي. كميات الأمطار بس هتختلف من يوم للتاني، الأماكن والكميات هتختلف من يوم للتاني، لكن مستمر معانا فرص الأمطار خاصة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط لأن هي أكثر تأثرا بالمنخفض الجوي. طيب مع التقلبات الجوية دي، هل في أماكن بيتم يعني هتأثر على أعمالنا اليومية الأمطار دي أو الرياح المثيرة للرمال والأتربة، فيفضل الناس مثلا تاخد حذرها أكتر من أماكن تانية؟ هو إن شاء الله في المحافظات الداخلية مش هيكون في أي تأثير على أعمالنا اليومية وأعمال الأنشطة اليومية، لكن في المحافظات الساحلية كميات الأمطار مش قليلة وخاصة في المنطقة الغربية، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من كميات الأمطار لأنها أمطار متوسطة ممكن كمان في بعض الأوقات أو بعض الأماكن تزيد عن المتوسط وتصبح أمطار غزيرة. فمهم جدا للسادة المواطنين وخاصة في المحافظات الساحلية أثناء سقوط الأمطار إن احنا تكون الأول القيادة بهدوء تام على الطرق، لأنها لا قدر الله ممكن تؤدي لانخفاض رؤية أفقية
او انزلاق عجلات على الطريق، مهم جدا ان احنا نبتعد عن اعمده الاناره واكشاك الكهرباء والواح الاناره المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه. مهم كمان ان احنا ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير، وناكد لازم ملابس شتويه ثقيله، فترات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر. وبالاضافه كمان ان احنا مهم جدا نتابع النشرات الجويه، لان احنا بنقول الحاله الجويه دي مكمله معانا خلال الايام اللي جايه، هيكون في مزيد من الانخفاض كمان في قيم درجات الحراره مع الاسبوع المقبل ان شاء الله. مهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه وننوه كمان على اضطراب الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 2 الى 3 متر في البحر المتوسط غير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 18 والصغرى 12، العاصمه الاداريه 18 11، اسكندريه 18 12، والعلمين الجديده 17 11، مطروح 18 11، دمياط 17 13، بورسعيد 18 13، الاسماعيليه 19 11. السويس العظمى فيها 18 والصغرى 12، العريش 19 11، كاترين 16 3، وطابع 20 12، حلايب 22 17، وشلاتين 25 16، شرم الشيخ 22 14، والغردقه 22 13. الفيوم العظمى فيها 18 والصغرى 9، بني سويف 18 8، الوادي الجديد 21 8، واسيوط 18 7، سوهاج 19 8، قنا 19 8، الاقصر 20 9، واخيرا اسوان العظمى فيها 20 والصغرى 11.